الاستعدادات جاهزة وجارية لبدء حملات نظافة في محافظة شبوة بعد أن تراكمت القمامة في شوارعها العامة. كان من الطبيعي أن تتراكم أكوام القمامة بعد أن أهمل صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة، وحرم عمال النظافة من مرتباتهم لعدة أشهر. لكن محافظ محافظة شبوة أحمد حامد لملس، والذي دشن حملة النظافة الشاملة لمدينة عتق مركز المحافظة، قال بأن هناك تنسيقا وتشاورا مع قيادة صندوق النظافة والتحسين للعمل على حل ومعالجة تلك المعوقات التي واجهت عملية النظافة في المدينة خلال الفترة الماضية بسبب عدم وجود موازنة تشغيلية للصندوق منذ مطلع العام الماضي وحتى الآن. وسيبدأ الحلول بدفع رواتب عمال النظافة في المدينة لشهر واحد، فيما سيتم لاحقا دفع مرتبات الأشهر الأخرى عندما تتوفر الإمكانيات اللازمة لذلك، حد قوله. عملية النظافة هذه داخل المحافظة يرافقها عملية نظافة أخرى خارجها، لكن في الجانب العسكري، حيث تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عملياتها للسيطرة على المناطق الواقعة تحت قبضة ميليشيا الحوثي والمخلوع، مع معارك عنيفة تحدث بين الحين والآخر لاستعادة جميع أراضي محافظة شبوة من الميليشيا.